نعم عمتي، كنتي بدك يعني؟ ايه صح، كان بدي اياكي. كنت جاية اسألك شو حابة تاكلي على الفطور يا أمورة، بما انه مانك منيحة. هو معدتي عم تجعني عمتي، لهيك ما بدي شي. شو يعني إذا معدتك عم توجعك بتموتي باقي العيلة من الجوع؟ لا. لكن ليش المطبخ فاضي؟ لو كانت جناسك كان إجانا أكل من الجيران. راح عمك على مكتبه ومعدته فاضية، وليه؟ بشو كنت عم تحكي مع حمزة؟ أنا ما دخلني، هو حكى معي. ليش ضليتي عم تسمعي له؟ ما كنت مصدقة إمتى أخلص منك، وصلت اللقمة للتم. أكيد أنت كتير مبسوطة صح؟ ومرضتي وارتفعت حرارتك مشان نشفق عليكي كلنا؟ عمتي لحاله بيجي المرض. طيب قولي لي، مين عطاكي إجازة من المطبخ؟ صدقيني بس تحضري فطور للكل ساعتها رح تطيبي على الآخر. عمتي ستي هلأ مالها منيحة. أصلاً ما حدا كبر لك راسك غير ستك ودلالة، وعلمتك طولة اللسان. أنا مشكلتي الفطور هلأ، حضري الفطور. فهمتي؟ عمتي شوفي.